انت كنت بتصيف زمان وانت صغير؟ ايوه صيفت قبل كده مره، فين؟ كان جنب مدرستي يعني. لا والله كنت بتروح مصيف بجد والله، انا مش بهزر والله، كنت بتروح انا مصيف؟ اه والله كنت بروح، رحت مصيف براس البر انت ومين بقى؟ انا وامي واخواتي وبتاع، وكنا نفضل نتوه ونجري ونغرق حاجات كتير اوي. لا والله. طب ايه ذكرياتك مع المصيف؟ ذكرياتي مع المصيف ناكل في سندوتشات ونفطر تاني، ويفضل يتخانق معايا يقول لي انت خلصت السندوتشات كلها ما تقومش عشان ما تجوعش، حاجات كده كتير. كنت رحتوا فين؟ راس البر؟ وفايد، كنت فاكر حته اسمها فايد كده. طب انت السنه دي انا شفت لك صور في الساحل، كنت بتعمل ايه؟ السنه دي؟ السنه دي انا كنت رايح مع مغربي، مغربي قال لي يا عم تعالى انا اوديك هناك، وقعدنا 4 ايام والله العظيم ما بتبيت في اي حته، بتبيت في العربيه. والله ما بيت في العربيه. لا والله انا ومغربي منه لله. صرفت فيها كام دي؟ ايه؟ صرفت فيها كام؟ لا صرفت كتير، انا كنت رايح اعمل حسابي مثلا ان انا ايه، مغربي قال لي يا عم العربيه متوفره، وقال لي يا عم كده كده الموضوع واحد وبتاع، دخلني في 400 500 جنيه في الاربع خمس ايام. ايام. اه والله وزعلان يا باشا، احنا بنبيت في العربيه، عارف يعني بنبيت في العربيه؟ اه هو ما بينزلش المصاريف دي، احنا الكافيهات الكافيهات عامله كده، حاطه كده بتاع، كان من ممنوع ان انت تعدي السور، كنا بنعدي السور وننزل الميه مع العيال اللي هي اللي بتنط وتجري دي على طول. ايوه عشان نخش شط حلو نضيف ولا بتاع، قعدنا نعمل تليفونات واتصالات لحد ما مغربي جاب صاحبه ودخلنا المصرف كله، بس حفظنا كلمتين، انتوا هنا من ملاك؟ اه احنا من ملاك، وده من ملاك، وانا من ملاك بقى، انا من ملاك مره واثنين وثلاثه. عشان ينزلوني. طب فين الكرنيهات بتاعت الملاك؟ لا احنا الكرنيهات بقى سيبناها في السكن. اما قلت كده الواحد جه مغربي واللي معاه اللي ما اتكلمش خالص، قلت من الملاك قول له ما اعرفش، انا ماليش دعوه، اهلا نخش عليه. طب استمتعت فيه عن المصرف بتاع راس البر فايد ولا التاني كان احسن؟ انا على فكره لما كنت بروح جمصة، انا كنت بروح جمصة زمان كتير قوي، وكانت المصرف الرئيسي عندنا، كنا بنتخانق على العيش والحاجات دي. بس لما رحت ما حسيتش ان انا مبسوط زي ايام جمصة. اه لا لا صح فعلا والله، بجد والله، والله العظيم هناك الناس بقى ايه، ايه ومش عارف ايه وبتاع وكلام من ده، ولبس كده بقى ايه في العيان خالص. اه وبتاع وبيخمنا بيهنوش الواحد على المصرف، لان انت طول النهار قاعد وانت عينيك رامي عليهم كده، فاهم انت؟ ايه الدنيا مستنيها اما تنزل البحر وبتاع، فيومك بيضيع بقى ايه في الباص على 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 اللبس، على اللبس اللي هو يعني بتشوف الناس بتلبس ايه، عشان الواحد يشوف هيلبس ايه زيهم. طب انت ممكن تاخد ابوك وامك وتروح بيهم الساحل؟ ابويا وامي اروح بيهم الساحل؟ بجد والله؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ لا الدنيا هناك، الدنيا هناك مش الدنيا هناك، بس تروح ان انت تحجز شانزلونج، تحجز شانزلونج كده، ايوه اللي هو اللي بتنام بيه على البحر كده، تحس كده ان الحياه مصطنعه صراحه في الساحل. اروح هناك ما بحسش ان انا مبسوط خالص. كنت احب اروح انا اسكندريه بلبط كده مع العيال، عارف ولا اللي بيخبط الايد اللي بتعمل كده، بتنزل على قفا واحد بتعمل كده، نازله على وش واحد، وقفتها التاني ورا منك اللي يفش في رجلك. طب انت حلوه كده، المهم ما تغرقش، ليه كله قافش في رجل بعضه؟ طب انت دلوقتي الشط لما رحت لما دخلته خلاص وكده، قلت ان انت قلت من الملاك؟ انا قلت من الملاك. نزلت الميه؟ ايوه نزلت طبعا. ايه بقى الفرق ايه يعني؟ مش عارف الفرق، ان ديت تحس ان هي مزرقه كده ولونها غريب بتاعت الساحل. اه التانية كانت مديها كده، مفيش بقى اللون البني الجميل. لا مفيش اللون البني الرمادي الرمادي الحلو ده. اه لا مفيش منه خالص. آه. بالامانه كده، انت من الناس اللي لما بتنزل البحر بتعمل في المايه؟ ما بنزلش الا عشان كده. لا والله. لا بس مش كتير يعني، مش على الشط، ما كنتش في الغويط. اه عشان تحافظ على الناس. ايوه عشان احافظ على الناس. بس ما بتعملش كده في البسين صح؟ بتعمل. لا ما بعملش. لا بتعمل والله. مش عشان مرتين ثلاثه بقى البسين اصفر كله. كل ده قلناه ملا. هو انا عشان بس عشان انا بس انا عشان انا انا مش انا، هيعرف اني مش انا. طب اطلع يا شاشة، اطلع فضحتني.